مساء الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ متوجهين حاليا الى استاد البيت مثل ما شايفين. شعري ملل وميك اب رايحين هناك نتجهز من هسه. الحضور بالملعب لازم يكون الساعه 6. العرض على الشاشات راح يبدا الافتتاح الساعه 6:40 دقيقه على بي ان سبورت، وخليكم منتظرين. وبعد شنو بعد؟ وال قبل الساعه 6 اي المفروض تجون، يعني الناس اللي تريد تحضر الملعب المفروض تكون هناك قبل الساعه 6 لان اكيد حيكون ازدحام. وبس والله. والميوزك فيديو اللي وعدتكم به همين ان شاء الله احتمال اليوم ينزل، فخليكم خلوا عيونكم على حساباتي.